أول سؤال بيتبادر للذهن لأي إنسان، إزاي تقولوا عن الرب يسوع المسيح وبلغتنا وبكلمة الله وبقناعتنا وبإيماننا ليه كل المجد إنه يجرب من إبليس؟ لازم نعرف حاجة مهمة، إذا سمح لي المشاهد إن أقراها من رسالة يعقوب الأصحاح الأول في عدد 13 بصفة خاصة. الروح القدس بيضع لمجردين كانوا متألمين وبيكتازوا في ظروف خاصة جدا، نقول لهم دول كانوا في ضيقات قاسية جدا، سواء اللي بنقرأ عنهم في رسالة يعقوب أو بطرس الأولى والثانية أو رسالة يهوذا والعبرانيين أيضا. فبيقول لهم لا يقل أحد إذا جرب إنه أجرب من قبل الله، لأن الله، أبصوا اسمعوا كده، الله في المسيح يسوع طبعا غير مجرب بالشرور. طب إزاي المسيح يجرب من الشيطان وهو لا يجرب أحد؟ الحقيقة ليه غير مجرب؟ لأنه قدوس. وليه قدوس؟ لأنه غير قابل للسقوط في الخطية أو الميل للضعف أو للخطية. بمعنى ثالث أقول إن طبيعته ما فيهاش إطلاقاً جزئية من القبول في السقوط في الخطية. ليه؟ لأنه قدوس. أذكر في بطرس الأولى الأصحاح الأول بصفة خاصة وعدد 16، لأنه مكتوب كونوا قديسين لأن أنا قدوس. في عدد 15 بص قدامك، نظير القدوس الذي دعاكم كونوا أنتم أيضا قديسين في كل سيرة. فلا يمكن على الإطلاق يكون عنده أي شيء من هذا أو ذاك، أي خطية، أي عيب، أي فشل، أي ضعف إطلاقا. فلازم تتأكد من الحتة دي. فتكوينه، كينونته وطبيعته غير قابل إطلاقا للضعف أو السقوط أو الميلان للخطية. تصور العهد القديم في حبقوق الأصحاح الأول، رغم أنها كانت كلمة عتابية لكنها إلهية واضحة جدا. حبقوق 1:13 بيقول له عيناك أطهر من أن تنظرا الشر. يا سلام، شوف عن عينين ربنا. يا حبقوق 1:13، اسمح عيناك أطهر من أن تنظرا الشر ولا تستطيع النظر إلى الجور. شوف عينين الرب. أذكر بس في سفر اللاويين يذكر عن قداسة الرب والمقادس يمكن 87 مرة. عشان كده تعالوا نمجده. فالإجابة في السؤال الأول، المسيح متفرد، المسيح غير قابل للسقوط أو الضعف أو الخطية أو الميل أو الحيدان عن القداس، بل قدوس بلا شر ولا دنس، انفصل عن خطاه وصار أعلى من السماوات.